عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعه تطوير منظومه الصحه في مصر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان والفريق احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه صرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه أن السيد وزير الصحة عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها في قطاع الصحة. بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين، وهليوبلس والمستشفى القبطي فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500-500 وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين ذكر المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصله الجهود الجاريه لتحسين اتاحه وجوده الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين مشيرا الى ان ملف الصحه يحتل اولويه متقدمه في جدول اعمال الدوله ويحظى باهتمام كبير وعمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكليه التي تواجهه بهدف التحسين المستمر لمنظومه الصحه بما يحقق صالح المواطنين المصريين من جميع الفئات. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا متابعة مستجدات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، حيث تم استعراض النجاحات التي حققتها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم ومردودها الإيجابي على التخطيط الصحي على المستوى الوطني. وفي مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الاورام فضلا عن مبادره انهاء قوائم الانتظار التي نجحت في علاج حوالي مليون وستمائه واثنين وثلاثين الف مريض الى جانب مبادره فحص المقبلين على الزواج والتي ساهمت بدورها في فحص حوالي سبعه وستين الف شخص بالاضافه الى المبادرات الرئاسيه لدعم صحه الام والجنين والاطفال حديثي الولاده وطلاب المدارس والكشف عن الامراض الوراثيه والرعايه الصحيه لكبار السن